مع بداية 2004 كان مجرد الفطار مع أسرتي في أي مطعم بقى مستحيل. ده يعكس لك مدى شهرتي في مارسيليا. مش هتصدقوا كم الحوادث اللي حصلت في مارسيليا لمجرد إن السواق شافني في الشارع ومركزش في الطريق. الموضوع ما كانش سهل أبداً عليا. عارف طبعاً إنها نعمة كبيرة من ربنا بالنظر لإني من سنتين كنت لاعب في الدرجة التانية، لكن اللي بيحصل كان غريب عليا وعلى أسرتي لدرجة خلتني أروح لدكتور نفسي. طبيبي النفسي خلاني فهمت الحالة اللي أنا وصلت ليها فعلاً، وعشان كده اتخذت قرار حاسم في مسيرتي. مارسيليا عمل مني بطل وما شفتش من جمهوره غير الإخلاص والوفاء، وعشان كده أنا عمري ما حسيب الفريق ده، على الأقل كنت فاكر كده يعني. اسمعوا، الطريقة الوحيدة عشان توقفوا المهاجم ده إنكم تضربوه. الجملة دي سمعتها من مدافع بورتو، والحقيقة إنها فرحتني عشان خلتني أعرف حجم اللي أنا وصلت ليه من قيمة كلاعب. واليوم ده فعلا كان استثنائي بالنسبة ليا، رغم إننا خسرنا 3-2، مش عشان جبت جول، لكن عشان كانت أول مقابلة بيني وبين جوزيه مورينيو. بعد الماتش جالي مورينيو سلم عليا وقال لي: ما عندكش حد قريبك بيلعب بنفس طريقتك؟ ابتسمت له وقلت له: هتلاقي في افريقيا الافضل مني. وهنا مورينيو رد وقال لي: في يوم من الايام لما هيبقى معايا المال الكافي مش هسيبك تروح من ايدي، وهتكون انت اول صفقاتي. مورينيو خلى فيلاش بواش مساعده يتابعني في كل ملعب اروح له، ورغم ان كنت حاسم قراري بالبقاء، بس كنت فرحان باهتمام مورينيو بيا وانه مصنفني كمهاجم جيد. لياقتي البدنيه بقت اقوى واقوى بفضل الفريق الطبي ومدربين اللياقه اللي تعاقدت معاهم وودعت فتره الاصابات. والنتيجه كانت اني سجلت 32 هدف واخدت جايزه افضل لاعب في الموسم. يوم الحفله سالني صحفي عن عرض انجليزي وصلني، فرديت: ما تقلقش انا مش همشي، ده وعد مني لجماهير مارسيليا. تاني يوم جددت عقد. كنت في قمه سعادتي، انا من عشاق قصه باولو مالديني مع ميلان وبحلم بتكرارها في مارسيليا. رحت بلدي ولعبت مباراة مع كوت ديفوار ضد الكاميرون، خسرناها 2-0، وكنت في قمة المزاج السيء. دخلت أوضة اللبس لقيت بابي ديوف، وبابي ديوف حاليا بقى المدير الرياضي لمارسيليا، وبالتالي ما عادش وكيلي. إيه اللي جابه هنا؟ فهمت على طول إن هسمع خبر مش جيد. بابي ديوف قال لي: ديديي، أنت عندك عرض من تشيلسي. رديت وقلت: لا لا مش همشي. رد عليا بسرعة: لا، أعتقد إنك هتمشي، لأن النادي وافق فعلا على العرض خلاص. قلت له: قول لرئيس النادي إن اديت كلمة للجمهور ومش همشي حتى لو هاخد ضعف عقلي. ما ردش عليا ومشي. لما رجعت فرنسا لقيت صورتي على ليكيب ومكتوب عليها: دروكبا يرحل. اتجننت، اتصلت بالمدرب وقلت له: إيه ده؟ قال لي: آسف يا ديديي، أنا ماليش دعوة، أنصحك تكلم رئيس النادي. مش عارف أعمل إيه، زوجتي سعيدة في مارسيليا وأولادي مستقرين هنا. رحت الرئيس النادي وأول حاجة قلت له: أنا مش عايز أمشي ورافض العرض، يمكن بعد 2 ولا 3 تقدر تبيعني بس مش دلوقتي. رد الرئيس وقال لي: وهتضمن يجي لك عرض زي ده بعد 2؟ قلت له: أنت مش واثق فيا؟ مشيت وسبته. الثقة بالنسبة لي أهم حاجة، وكده عرفت أنا المفروض أعمل إيه. أنا فعلا همشي، بس مش هروح تشيلسي. إدارة مارسيليا لازم تعرف إنها مش متحكمة فيا. وكيلي يقدر يجيب لي عرض من أرسنال مثلا، فريق كبير في لندن وفي فرنسيين كتير يقدروا يساعدوني على التأخر. رجعت البيت لقيت بابي ديوف مستنيني وبيقول لي: حضر الشنط عشان نقابل أبراموفيتش. قلت له: مش هسافر. وطلعت أوضتي. بابي ديوف أقنع زوجتي والاتنين أقنعوني نسافر نسمع العرض وأبقى أحكم بعدها. سافرت لندن فعلا ولقيت أبراموفيتش ومورينيو مستنييني في المطار. أبراموفيتش رحب بيا بشدة، ومورينيو كلمني بالفرنسية اللي بيتقنها دي من لغات كتير بيتقنها. قال لي: انت مهاجم كويس، بس لو عايز تبقى مهاجم عظيم لازم تلعب تحت ايدي. لما روحت لقيتهم بيتكلموا عن الصفقة في التلفزيون وبيقولوا: ليه تشيلسي ممكن يدفع 40 مليون في لاعب عادي زي ده؟ ومورينيو بيرد عليهم: حسبوني اخر الموسم. ودي كانت الجملة الفاصلة، مورينيو بيثق فيا وانا حثق في مورينيو، انا هنضم لتشيلسي. باقي قصة انتوا عارفينها كويس، لكن كواليسها وأسرارها هحكيها في الحلقة الجاية.